وضعها وفخخها الإخوان. هذه المادة تنص على أن تنقل جميع صلاحيات المناصب العسكرية والمدنية والأمنية العليا المنصوص عليها في القوانين والتشريعات الليبية النافذة إلى مجلس رئاسة الوزراء فور توقيع اتفاق السياسي أو الاتفاق السياسي سواء كان في صخيرات أو الذي يريدون تعديله في تونس. وبعد دخول الاتفاق في حيز التنفيذ وهو اتفاق أعرج بطبيعة الحال، طيلة السنتين الماضيتين حدث انقسام داخل المجلس الرئاسي نفسه، وانفرد السراج بالكثير من القرارات التي تمس سيادة الوطن واستقرار مؤسساته العسكرية والأمنية. بدأ واضحا للجميع من يحرك السراج ومجلسه وإلى أين يتجه به. اليوم النواب وللمفارقة يريد أن تضمن هذه المادة مجددا داخل المجلس الرئاسي، ويمكن ويريد تعديلها على أن يكون الرئاسي هو من يتحكم فيها. فما هو رأي المواطن الليبي حول هذه المادة تحديدا، وكيف يمكن التعاطي معها وتعديلها أو إلغائها؟ كيف يمكن أن نضمن مسار حيادي أو مسار يحيد المؤسسة العسكرية ومناصبها العليا دون ما أن تعبث بها الأفاعي التي لا تريد لهذه البلاد أي استقرار وأي مؤسسة أمنية سواء كان عسكرية أو حتى شرطية قادرة على النهوض وتأمين الوطن؟ إذن المؤسسات العسكرية في البلاد الأمنية هي ليست مؤسسات، هي مؤسسة واحدة استطاعت النهوض بليبيا وانتصرت على الميليشيات وعلى الإرهاب. الآن تريد الأقطاب السياسية تقاسم هذه المؤسسة ومحاولة العبث بها من خلال مواد يراد منها تفخيخ هذه المؤسسة وأدخالها في أتون الخلاف السياسي والانقسام. المادة الثامنة الكثير عليها لغط والكثير منقسم حولها كونها مادة خطيرة جدا، مادة مفخخة فخخوها الإخوان والمقاتلة وأذنابهم. المواطن الليبي دائما يطالب بأن تكون هذه المؤسسة العسكرية العظيمة محيدة من كل التجاذبات السياسية، ولكن مجلس النواب هل لبى نداء الشارع الليبي وتضحيات الليبيين من أجل أن تكون هذه المؤسسة ذات مسار مستقل قادر على النهوض بالوطن ومؤسساته الأمنية وأن تكون محيدة عن الانقسام السياسي؟ شاهدنا جيدا وعرفنا بشكل واضح تحركات السراج طيلة السنتين الماضيتين، وهو يتحكم في الكثير من القرارات ويصدر الكثير من القرارات تحت بانفراد منفردا تحت اسم القائد الأعلى للجيش الليبي. وهذه الصفة هي من المفترض أن تكون صفة المجلس النواب، أي رئيس مجلس النواب هو من يتحكم في المؤسسة العسكرية. القائد العام للجيش الليبي أو القائد الأعلى للجيش الليبي هذه صفة خطيرة جدا، وهي صفة شرفية من المفترض أن مجلس النواب يتمسك فيها، لا أن يعطيها للمجلس الرئاسي خرج باتفاق وتوافق مشبوه.
الهواء مفتوح معكم إذن حول النقاش حول هذه الحلقة والتي تتعلق بالمادة الثامنة والمناصب السيادية العسكرية والأقطاب السياسية المتناحرة حولها وحول القيادات العامة في البلاد. إذن نفتح النقاش على الأرقام التي تظهر الآن على شاشة، بإمكانكم التفاعل معي على البث الحي والمباشر عبر موقع ليبيا الحدث أو صفحتنا على ليبيا الحدث وهي الرسمية الوحيدة على الفيسبوك. إذن اليوم كان هناك جلسة لمجلس النواب، هذه الجلسة شهدت الكثير من النقاط، نوقشت حول الاتفاق ما يعرف بالاتفاق السياسي، والكثير يعني كان هناك الكثير من اللغط حول هذه المادة طيلة الفترة السابقة، واليوم خرج مجلس النواب ووافق حول تعديل هذه المادة بأن تكون أو من يترأس هذه المناصب السيادية هو مجلس رئاسي معدل، وكيف يضمن أن يكون هذا المجلس وطني بامتياز ولا يريد العبث بهذا التراب وهذه المؤسسات العسكرية التي هي الملاذ الآمن لكل الليبيين وهي المحصلة الحقيقية والنتاج الحقيقي لجهاد ونضال أبناء هذا الوطن العزيز. الهواء مفتوح معكم، والبداية مع حافظ من صبراتة. حافظ، تثير هذه المادة الكثير من اللغط، المادة الثامنة، وأكيد تعرفها جيدا، ما هو رأيك حول تحركات مجلس النواب وما يعرف بالمجلس الأعلى للدولة حولها؟ ألو، نعم تفضل حافظ. يا أحمد، نعم تفضل، إليك الهواء. نعم، المجلس هذا الاندريم الجديد، هذا مجلس النواب المفروض هو اللي يشد أكثر شيء في الواحد. ألو، نعم في الاستماع. السلام عليكم. وعليكم السلام، أنت على الهواء تفضل. مرحبا يا أحمد. سمعت سؤالي، أنا سألتك هذه المادة كيف تتابعها، كيف تتابع تحركات الأقطاب السياسية وما يعرف بالمجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب حيال هذه المادة تحديدا؟ مجلس النواب المفروض يشد أكثر على المادة الثامنة والمهلبة من المواد هي المضلة للاتفاق السياسي. نعم، هل ترك هذه معيبة يا أخوي أحمد، معيبة، لكن لماذا لم يتمسك مجلس النواب بإلغائها؟ لماذا تعديلها؟ من يرضي مجلس النواب حتى تعدل؟ يلغاها ويشد في الحق. أي ضغوط تمارس على مجلس النواب حتى يقوم بتعديل هذه المادة ليس إلغائها؟ لماذا لا تلغى هذه المادة؟ من تقسم على نفسه، هو مجلس النواب هو لو يشد يد واحدة كنا صعبين للبلاد، صعب للبلاد، لكن هو منقسم على نفسه مجلس النواب، لأن هذا يديره في الدخل في المادة الثامنة، واحد دخل في المادة هيك وواحد دخل في المادة هيك، ما يمشيش. وهل يترك مجلس النواب يتحكم في هذه المادة وهو منقسم حول نفسه؟ هل يترك من الشارع الليبي من وجهة نظرك؟ هل الشارع الليبي سيترك مجلس النواب يعدل كما شاء هذه المادة المثيرة للجدل واللغط والخطيرة صراحة على مؤسسات الشارع؟ خلاص الشارع بعد تحرر مدينة صبراتة ما عاد فيه الشارع، خلاص الشارع تو عرف في الكيف المجلس النواب هذا كان انه منقسم على نفسه، يبوا المناصب ويبوا في مجموعة يبوا المناصب من ضمنها حتى من صبراتة من هنا، فهمتني؟ خسروا الاتفاق السياسي وعدلوا ويدوروا كيف ما يبوا برواحهم هم، لكن الشارع حيقوم عليهم وحيوقف المهزة هذه وحيسد القيادة العامة للجيش العربي الليبي، ونحيي القيادة العامة ونحيي جميع الجنود وجميع الضباط وجميع الله يرحم الشهداء. نعم، والله ينصر الجيش والله أكبر وخلاص. طيب شكرا حافظ، وهذا رأي بشكل عام المواطن والشارع الليبي. أريد أن أفهم نبض المواطن الليبي حول هذه المادة تحديدا، وكما قلت أن هذه المادة المراد منها أن تتحكم فيها الأقطاب السياسية وتتعلق بالكثير من المناصب السيادية العسكرية سواء كان المدنية أو عسكرية وأمنية عليا، أن تنقل صلاحيات المناصب العليا في النواحي العسكرية والمدنية والأمنية العليا إلى مجلس رئاسي، والمجلس الرئاسي الجديد كيف يحصن من أن لا يتحكم فيه أو ينفرد فيه رئيسه كما شفنا في الفترة السابقة؟
كيف يمكن تحييد المؤسسة العسكرية من عبث الساسة ومحاولة تقزيم المؤسسة ومحاولة العبث فيها وتشتيتها وإدخال السموم فيها؟ علي من جدابية، وشفنا الكثير من المحاولات في مناصب حتى عسكرية سيادية ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع، شفنا كيف يحاول مجلس النواب العبث فيها ويحاول إدخال شخصيات فيها للعبث بالوطن الليبي. الآن المجلس الرئاسي هل نجح في إقناع مجلس النواب علي من جدابية أن يقوم بتعديل هذه المادة فقط وليس إلغائها؟ الأقطاب التي تريد المجلس الرئاسي بهذا الشكل هل نجحت بأن تكون المادة الثامنة معدلة وليست ملغاة؟ علي من جدابية، تحية لك محمد بني، وتحية لك في الحلقة. أهلا بك، إذا سمعت السؤال علي. أنا أسمع فيك يا محمد بني. نعم، تفضل. وتحية لك في الحلقة. وعليكم السلام، تفضل. بالنسبة لمجلس النواب، ما فيش مجلس نواب، عندك مجلس نواب 14 هم فنوس. نفس سؤالك سمعتها كويس، وحنا عندك فنوس، وعندك علي القطراني، عندك علي الأسود، وعندك الغزالي. هذا نعتبرهم هذول مجلس النواب. الاخرين نظام كله مع السراج، ما يكذبش عليك حد. طيب ما هو رايك في مجلس النواب اليوم وهو يثير هذه الماده ويريد تعديلها؟ ناقشني في الماده الثامنه، الماده الثامنه خطيره جدا يا علي. ناقشني انت كمواطن ليبي، وكيف كيف كيف يعني تتابع مجريات الجلسات في مجلس النواب؟ يريد تعديل هذه الماده وليس الغائها. اليس المواطن الليبي خرج في الكثير من المظاهرات ويريد الغاء الماده؟ كيف يعدلها اذا مجلس النواب؟ ما يقدرش يا محمد مدني، ما يقدرش يعدلها. هذوم كلهم مع السراج، وهذوم كلهم تاعين ماده، هذوم تاعين 16000 و17000 و18000، هذوم مش حيعدلوا. اللي يعدل الماده هم الجيش والشعب، هم اللي يعدلوا الماده. المطلوب هو الغاء هذه الماده حتى تحصن المناصب العسكريه العليا في البلاد، وليس تعديلها يا علي. المطلوب هو إلغاء هذه المادة، هكذا خرج الشارع الليبي يريد إلغاء هذه المادة، وحدث انقسام كبير حولها. المادة الثامنة تنص على أن تكون المناصب العليا العسكرية والأمنية والمدنية يتحكم فيها المجلس الرئاسي، والمجلس الرئاسي لابد للإخوان والمقاتلة اللي هم أعداء للجيش وأعداء للاستقرار أن يكون لهم فيه أعضاء، ويريدون الإجماع في مجلس رئاسي جديد حول أي مناصب عسكرية. قد يحال أي منصب عسكري كان في هذه المؤسسة طالما يتم تمرير هذه الاتفاقات والمشبوهة. المؤسسة العسكرية عليها لغط كبير جدا، والكثير منهم لا يهمهم، أصبحوا لا يهمهم لا مال ولا شيء، يريدون تدمير هذه المؤسسة فقط، تدمير وتشتيت وتفتيت هذه المؤسسة. وهذا نتاج دماء شباب أبرياء وأبطال وقاوموا إرهاب ممول من ذات الساسة، الذين يريدون إدخال أنفسهم اليوم تحت غطاء حوار سياسي واتفاق سياسي. المادة الثامنة تنص على التحكم هؤلاء الأفاعي السياسية بمصير المؤسسة العسكرية. المؤسسة العسكرية تراتبيتها قائد أعلى للجيش الليبي، قائد عام للجيش الليبي، رئيس أركان وأركانات الجيش. هذه التراتبية يريدون التحكم فيها. المؤسسة العسكرية لابد أن هي تكون محيدة ومحصنة، لأنها دفعت دماء، دفعنا فيها دماء الليبيين وجنود أخيار وأبطال. لا يمكن أن يتحكم فيها شخص سياسي إرهابي يريد إدخال المفخخات في هذه المؤسسة ويريد تشتيت ما قمنا به طيلة 3 سنوات. هذا يقول لك اللي لمها النملة في عام يأخذها الجمال في خفة ولا الفيل في خفة. اليوم المؤسسة العسكرية لابد أن تحصن، ولابد الجيش الليبي والشارع الليبي أن يقف مع هذه المؤسسة، كونها هي النبراس الحقيقي لهذا الوطن. النبراس يعني الضوء، الأمل. محمد من بنغازي، هذا الاتفاق هل أصبح
هو النقطة الأخيرة التي سيصل إليها الجميع أم ماذا؟ يعني لماذا لا نتجاوز هذا الاتفاق برمته وأن نقوم باتفاق جديد أو بصناعة مشهد سياسي جديد من وجهة نظرك؟ يحسن الجيش ويحسن مطالب الليبيين وإرادتهم. الحل واحد يا أستاذ أحمد، الحل هو الحسم العسكري والزج بهذه العصابة المارقة الإخوان في السجون. غير هيك ما فيش حل. نعم استرسل. طيب خدنا الاتصال به. سيادة الوطن والقرارات التي تمس سيادة الوطن كثيرة اتخذها السراج بمفرده، وبدأ واضح للجميع تحركات السراج اللي يعني تحركاتها كانت تصب في من منبع واحد وإلى مسار واحد ويخدم مسار سياسي معين. يعني أصبح السراج يخدم بقراراته، استغل وانفرد بما يعرف برئيس الأعلى للدولة أو للمنصب الأعلى العسكري للدولة وللمؤسسة العسكرية، وحاول أن يكون هو متفردا بالقرار طيلة الفترة السابقة. فكيف للمجلس الرئاسي أن يدخل في ذات المرحلة المجلس الرئاسي الجديد؟ يعني ما هو الضامن لمجلس النواب أن يكون المجلس الرئاسي الجديد هو من يحصن المؤسسة العسكرية طالما فيه أعداء للمؤسسة العسكرية؟ وبفعل القانون وبفعل التشريعات وبفعل اتفاقهم المزعوم يريدون إدخال المجلس الرئاسي في حالة مفخخة، ولا نعلم المجلس العسكري أو القيادات العسكرية يحاولون إدخالها في توافقات فيما بينهم لصناعة مشهد مفخخ جديد لا استقرار فيه. إدريس من القطرون أهلا بك، يا ريتكم الاتصالات في تليفون واحد يشتغل يا شباب. إدريس من القطرون الاتصالات يا عماد في خط واحد يخدم ولا اثنين. السلام عليكم. وعليكم السلام إدريس، خط واحد. نعم إدريس تفضل. عماد جاوبني خط واحد. طيب فيما يتعلق بالمادة الثامنة، مفروض المجلس النواب ينأى بنفسه لمناقشة مثل هكذا المواد التي تتعلق بسيادة الوطن ألا وهي الجيش الليبي. مفروض أن ينأى بنفسه بنقاش مثل هكذا، لابد أن يلغي المادة هذه كما يوصف البعض وهي مادة مفخخة كما كتبه الإخوان المسلمين والمقاتلة ومن على صفهم. لا بد أن ننهيه هذه الجدال. نعم لا بد أن ننهيه. الدخول بهذه المادة للمجهول إدريس، يعني مجلس النواب كيف، مجلس النواب من وجهة نظرك كيف يريد تعديل هذه المادة وليس إلغائها؟ لماذا يريد تعديل هذه المادة وليس إلغاء هذه المادة كونه هو سلطة منتخبة من الليبيين والسلطات العسكرية العليا تؤول إليه؟ لماذا يترك ويتشارك هو وما يعرف بالمجلس الرئاسي حول مناصب سيادية عليا؟ نعم أستاذ أحمد، نعم فيما يتعلق بسؤالك، نعم ليس بكل المجلس النواب وبكافة أعضائه ورئاسة المجلس، لا، لأن هناك بعض الأعضاء هم من يريدون أن يمرروا هذه المادة لكي تتماشى مع أجنداتهم ولكي تتماشى مع من يدعم هذه الجماعات. نعم المجلس فيما يتعلق بالرئاسة هي لا يريد أن يمرر هذا الشيء ولا يريد تعديله بل يريد إلغاء، لأن رئاسة المجلس بقيادة سيد عقيلة صالح له مواقف مشرفة جدا سيذكره التاريخ. نعم مثل هكذا المواقف أقول لك قل ما يأتي التاريخ مثلك. نعم بعض الأعضاء هم من يريدون أن يمرروا هذا القانون ولكن الشعب لهم بالمرصاد إن شاء الله. الشعب بالمرصاد، يعني تعتقد بأن سيخرج الشارع الليبي ضد هكذا تعديلات من مجلس النواب؟ نحن تعودنا بخروج المظاهرات في مدن الشرقية، ولكن الأيامات القادمة أو الأسابيع القادمة سترون في جنوبنا الليبي وخاصة المدينة القطرون والتجاره والمرزق ومدينة سبهار، لأن الجيش الوطني بقيادة المشير أصبح الآن له
نواة الجيش يتكون في جنوب الليبي، وإن شاء الله وما معية الله وإرادته ستكون هناك مظاهرات حاشدة في جنوب الليبي. وأقول لكم الجنوب على سكة القطار إن شاء الله. الجنوب والليبيين، كل الليبيين، كل الشارع الليبي. أشكرك إدريس من القطرون. كل الشارع الليبي هو يقف اليوم في صف متراس مع الجيش الليبي ومع القيادة العامة ومع المؤسسة العسكرية، ولا يريد المساس بهذا الكيان العسكري لأنه ممهور بدمائهم وتضحيات كل الشعب الليبي من كل القبائل الليبية من كل النسيج الاجتماعي الليبي. لكن ماذا عن مجلس النواب؟ وهل المال السياسي أصبح هو من يشتري اشترى واستطاع أن يشتري الكثير من الأعضاء هناك داخل مجلس النواب حتى يكون هناك توافق لتعديل الاتفاق السياسي بما يضمن تفخيخ المادة الثامنة من جديد ومحاولة تكريس هذه المادة لأفعال الأساس بين قوسين الذين يريدون يعني الاستفراد بالمؤسسة العسكرية ومحاولة التحكم فيها من خلال اتفاق مشبوه. المجلس الرئاسي نعرف جيدا كيف خرج من عباءة من وصخيرات، كيف كان لها كيف كانت وجه شؤم على الليبيين منذ دخول المجلس ما يعرف بالمجلس الرئاسي من خلال فرقاطة لا نعلم أي جنسية قامت بإرساله إلى شاطئ بوسطة، ومن بعدها حاول هذا المجلس الرئاسي المفخخ الدخول بليبيا في أتون حروب وقرارات مشؤومة وقرارات كانت ليست للصالح العام بل لمصالح لأفراد معينين أو لسلطات ويعني ساسة معينين وأقطاب سياسية تحاول تقزيم المشهد ومحاولة تفتيته وتشتيته حتى تتربع هي في الكثير من صناعة القرار. اليوم مجلس النواب كان من المفترض أنه يتخذ قرارات تنبض من الشارع الليبي أو تنبع من الشارع الليبي. الشارع الليبي أراد إلغاء المادة الثامنة وليس تعديلها. تعديل المادة الثامنة إذن إدخال أناس وإدخال أقطاب سياسية تريد التحكم في هذه المادة من جديد. مرام من بغازي أرحب بك. الآن الصخيرات الإخوان المقاتلة هذا الشبح لن يترك الليبيين لصناعة قرارهم بأنفسهم وتحييد هذه المؤسسة العسكرية طيلة الفترة القادمة من وجه نظرك بهكذا تعديلات؟ بسم الله. هو اصلا من قبل من اول ما وضعوا الدستور وهم عندهم مشكله كبيره، عندهم مشكله يعني في الماده الثامنه اللي هي فيها مؤسسه عسكريه بقياده المنشر حتر وفيها اجهزه امنيه بمجاميعها. فيعني اول حاجه حتى الاجتماع بعد ما شفناه في التلفزيون يعني كان فيه ناس ومعقوله محمد سعيد وشهام شرقيوه، هذا مش اجتماع، هذا ما ضمن حسوبين متحالفين علينا. هيك توا وضحوا ان ما عادش عندنا نيه نحن بمجلس النواب، هو اصلا من البدايه ما عادش حطينا ثقه فيه. يا بال هم انا في الاجتماع اللي هم داروا محمد سعيد بكل ثقه قاعد في الاجتماع، وشهام شرقيوه قاعده اللي هي قلبها على مصراته وعلى الاخوان وما تحبش تعطي فيه مصراته ولا تحب تعطي فيه حكومه الفراغ، والعتب مش عليهم على النواب اللي هم رشحوه الشعب الليبي، اللي انا الحمد لله ما رشحتش ولا واحد من النواب اللي هم حاطين الشعب الليبي يحسبوهم يقفوا معاهم. يعني معقولة تعديلات المادة الثامنة من صياغة الدستور هذه من قبل هم يعدلوا فيها، ما فيش واحد نائب شريف يصبي يقول لهم بالعين القوية بمعنى الكلمة ان المادة الثامنة بمجاميعها المؤسسة العسكرية بقيادة السيد المشير خليفة حفتر ورئاسة الأركان العامة للجيش، هم الشاشة هذوما اللي شفناهم اللي هم وجوههم ما تدعش للخير، شفناهم ان هم ما يبس الحاجات هذينا ما يبس المؤسسة العسكرية بيعاودوا قاعدة الإرهاب من جديد في بنغازي يبوا حكومة الشرات. نحن حكومة الفراز ناس نبوها مش محترفين بها نهائي، وتوا حطناها مجلس النواب حتى هم اكسباير وبعدين ما عادش تفيدنا يعدلوا مادة ثامنة أو ما يعدلوهاش،
ما عادش تفيدنا توا. حتى خلاص في رئيس دولة واحد اللي اسمه المشير خليفة بن قاسم حفتر مع في مجلس النواب، مجلس النواب اوت من ليبيا، مجلس النواب ما دارش فايدة. طيب وانا من هذا المنبر العظيم يا اخويا احمد برد على الكلام اللي اسمها السلطنه المسماري على بخصوص بالزياده مرتبات المعلمين اللي هي رفضتها. نبي نقولها نحن ما ناخذوش من جيبك نحن، ولا ناخذوا من فلوسك، فلوسك اللي انت تعملي بها نحن ما ناخذوش فيها، نحن فلوسنا حلاليات وكنا ونحن معلمين قد زي قعدنا في وسط النار الحمراء ونقرب في العويله في النار الحمراء. بس انت كراح في ليبيا وكراح في مصر يا سلطانه المسماري او سلطنه او مش عارفه اسمكي، انت قاعده في كراح في ليبيا وكراح في حدود المصريه. طيب شكرا شكرا مرام. انتقل الى عز الدين الان من بغازي. عز الدين، هو اتفاق أعرج، كيف يمكن المضي فيه؟ عزين بغازي، عزين من بغازي. ألو أهلا بك، تفضل أسمعني بسماع التليفون. عزين من فضلك أنت. السلام على السلام عليكم أستاذ أحمد. أهلا بك أستاذ، تفضل. السلام عليكم أستاذ أحمد. أهلا بك، أهلا بك، تفضل. أهلا بك. ألو أهلا بك يا عز الدين، أنت على الهواء، أسمعني بس مسماع التليفون يا عز الدين. يا استاذ احمد، بالنسبه للماده الثامنه ملغيه هو. الو في الاستماع يا عزين، نسمع فيك. طيب انتقل لعبد الله من الابيار. اهلا بك عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل يا عبد الله. اولا ان شاء الله ربي يحفظ جيشنا ويعم الامن على بلادنا. ونحب نوجه رسالة لمجلس النواب إنه مش وقت لا مادة ثامنة ولا ثمانين تو. يعني بلادنا راجل في حالة حرب تو، يعني حل غاية إيش يتحرر المناطق اللي فيه ميليشيات قبل وبعدها تو يبدو في الحوار والكلام هذا. وأيضا يعني نتمنى أنهم يجبوا بالمعلمين ويهتموا بقرار اللي هني قرار قانون حقوق المعلم. وما لهم المادة الثامنة ولا الثمانين ولا كلام الأخ، نحن نتمنى أن يعيشوا اللي يبسط سيطرة على البلاد وإن شاء الله ربي يحفظ ليبيا. طيب خلينا من تحركات الجيش، الجيش تحركاته بروحها، لكن ماذا عن تحركات الساسة؟ الآن مجلس النواب وكأنه رضخ لضغوط الأقطاب السياسية المعارضة والمعادية للجيش الليبي بأن يتحكم فيه مجلس رئاسي لا نعلم أي نية يخبئها لهذه المؤسسة العسكرية. مش وقت حوار لا شيء، أهم حاجة عندنا أن الجيش هو اللي يحسم المعركة ضد الميليشيات. طيب ما فيش لا حوار ولا مادة ثامنة ولا عارف. بعد ما سيطر الجيش إن شاء الله على البلاد هذيك الساعة إن شاء الله سيبدا الحوار ولا عادي فاهموا فيما بين. فهو خلاص الوقت أصبح في النازل، ومهلة المشير تفصلنا عليها مدة تقريبا شهرين، يوم 17 ديسمبر هي مهلة المشير، وهي نهاية ما يعرف بالمجلس الرئاسي والاتفاق السياسي بشكل عام اللي موقع فيه السخيرات، واللي الآن يريدون الساسة والأقطاب السياسية محاولة تعديله وتفخيخه من جديد لصالح سياسيين إرهابيين دعموا الإرهاب ودعموا الميليشيات، ويريدون اليوم تقسيم هذه المؤسسة وكأنها محاصصة. هذه المؤسسة دفع فيها دماء ولن يتركها الليبيين يعبث فيها هؤلاء الساسة على أهوائهم وبأفكارهم الخبيثة. اليوم هذا المجلس الرئاسي ومجلس النواب ومجلس أعلى للدولة وكأننا نراهم في كفة واحدة. أين حقوق الشعب؟ وأين مصير الليبيين من هذه الاتفاقات ومصير المؤسسة العسكرية؟ ولماذا يريدون ترك هذه المؤسسة تتحكم فيها أقطاب سياسية معروفة ويعلمها الجميع؟ كيف كانت وكيف تصرفت فور الاتفاق السياسي في السخيرات، وكيف تعاملت مع المادة الثامنة وكيف استغلتها في لمصالحها؟ عز الدين رجع معنا شباب. السلام عليكم. نعم وعليكم السلام، تفضل. يا استاذ احمد، بالنسبه للماده الثامنه ملغيه، هذه متفق عليها الشارع وما عادش فيها نقاش، عرفت؟ يعدلوا ما يعدلوش، هذه الماده الثامنه ملغيه، والوطنيين اللي في مجلس النواب حيبانوا في الماده الثامنه هذه.
لكن وبالنسبه للماده الثامنه راي الشارع. ما نحن احنا نحن من اول ما عدت اللجنه من هنا انا عارف الماده الثامنه ملغيه، والمؤسسه العسكريه تتبع مجلس النواب ما تتبعش حد مكن برئاسه خليفه حتى ان شاء الله. لا الموضوع ناكد لك عليه ان الشارع بالكامل يبي الغاء الماده الثامنه. يعني ولكن مجلس النواب يعارض إرادة الليبيين ويحاول الدخول في تعديل هذه المادة وليس إلغائها. مجلس النواب أحمد دفعنا بثمن غالي في المؤسسة العسكرية، والمؤسسة العسكرية ما تتبعش لأي جهة من الدولة إلا مجلس النواب، ومجلس النواب يريد التفريط في حقه في أن يكون هو من لا هذه نقطة تو نقشوها داخل بلادنا، عرفت؟ وداخل مجلس النواب الوطنيين تو يطلع الوطنيين يطالبوا باسم الشارع أن المؤسسة العسكرية مستقلة بحد ذاتها بروحها تتبع مجلس النواب ما تتبعش أي جهة أخرى. لكن اليوم في مجلس النواب اتفقوا على تعديل هذه المادة بأن يتشارك فيها مجلس النواب وما يعرف بالمجلس الأعلى للدولة في المناصب السيادية والمناصب العليا في الدولة. يعني لا يا أستاذ أحمد، لا هذا كلام جاء في السابق في المؤتمر اليوم اتفقوا اليوم في طبرق اتفقوا أقطاب في داخل مجلس النواب بأن المادة الثامنة تعدل ولا تلغى، وأن يشغل هذه المادة أو يتحكم فيها المجلس الرئاسي والمجلس النواب، هم اثنين مع بعضهم يبوا يتفقوا أو اتفقوا على تعديل للمناصب السيادية في الدولة بالتوافق فيما بينهم. شو رأيك في هذا التعديل؟ نحن يا أستاذ أحمد التعديل حيكون كالآتي بالنسبة للتبعية مجلس النواب، لكن المؤسسة العسكرية حتكون كيف ما هي من خليفة حتى عند داخل واحد في محور الصابي. طيب يعني مش حيتغير فيها شيء، عرفت؟ وهذا رأي الشارع، هذا رأي الشارع مش رأي مجلس النواب. مجلس النواب خليه يعدل ما يعدل شنين، احنا بعدين عندنا نظرة، عرفت الموضوع؟ لكن المؤسسة العسكرية ما عادش نبغى نستغنى عليها بكل نهائي. والله نهائي. انا نقول لك ان رأي الشارع لابد نحن ما نوجهوش في الشارع، ولكن الشارع هو من يوجه ويعرف يوجهنا ويوجه كل الأحداث السياسية الآن الموجودة. الشارع اللي بينبض هذا الوطن، ونحن اليوم على فرق شهرين لابد أن نحن نخرجوا في الشوارع في يوم 17 ديسمبر ونفوض هذا الجيش وهذه المؤسسة العسكرية لقيادة هذه المرحلة، لأن نحن شفنا من سنتين وثلاث سنين ونحن نعانوا معهم يا أخي. دعموا الإرهابيين ولا يريدون الاعتراف بمؤسسة الجيش، وبعد ما اعترفوا بها يريدون التحكم فيها. علي من طرابلس أهلا بك، هذا اللغط والانقسام السياسي وصلاحيات المناصب العسكرية العليا. تفضل علي من طرابلس. طيب المناصب العسكرية العليا في البلاد وفق التشريعات النافذة وفق التراتبية السياسية، هناك مجلس نواب، ومجلس النواب رئيس هذا المجلس هو الرئيس والقائد الأعلى للقوات المسلحة. المادة الثامنة يريدون استغلال هذه الصفة وأن يتحكم فيها ما يعرف بالمجلس الرئاسي. المجلس الرئاسي شفناه كيف شكله من السراج ومن معه من أعضاء، هناك حصل فيه انقسام تفرد من خلال هذه المادة السراج، ويريدون تكرار ذات المشهد بتعديل الاتفاق السياسي وتعديل هذه المادة وأن يتحكموا هم الاثنين في هذه المادة. وليبيا لا نعلم إلى أين تتجه في ظل هكذا تواترات وهكذا تقاسم لهذه المواد دون ما تلبية إرادة الليبيين. ولا بد أن الشارع الليبي يقول كلمته في هذه الفترة العصيبة مع تحركات الجيش المقدسة على التراب الليبي لحفظ هذا التراب وسيادته وكرامته. إلى اللقاء مشاهدينا.